مش عارف اطلع منك بمعلومه واحده عنك. ايه بقى ده، حرص زياده ولا ايه اللي تثق فيها؟ لا هو بصراحه انا ما عنديش ب3 جنيه ثقه فيك. انا اسفه بس انا لسه ما اعرفكش. المفروض انك عارفاني شويه يعني، بما انك قريتي لي روايه. وانت مفروض بقى مين في روايه، رامي ولا يوسف ولا تامر ولا اسمها ايه دي ناديه؟ اصلا كلهم عاوزين الضرب في الحقيقه. خلي بالك لو انا اعتبرت ان الروايه مرايه لشخصيتك هقفل معاك دلوقتي حالا. لا الحمد لله انا مش ولا واحد فيهم. عموما انا هخلي عندك شويه فضول تعرفيني بنفسك اكتر. ومين اللي قالك ان عندي فضول؟ انا ممكن اقفل معاك دلوقتي حالا وما تسمعش صوتي تاني. ما اظنش. الثقه البايخه دي مغرور قوي على فكره. لا انا واثق بس مش من نفسي. امال لا انا واثق اني مش هتشد الانسانه كده وهي مش هتكون بتبادلني نفس الاحساس. والدليل ان احنا بقالنا ساعه ونص بنتكلم اهو انت تمام. بص انا صريحه شويه واحيانا دبش، بس مش معنى اني رغيت معاك شويه ان احنا خلاص بقينا في الحقيقه اصحاب. عندك حق. يا ما ناس استظرفوا بعض في التليفون ولما تقابلوا في الحقيقة كانت كارثة، رغم ان هم كانوا عارفين شكل بعض. بالظبط. تفاصيل صغيرة بتفرق. خلاص تعالي نحسب الموضوع ونتقابل، ايه رأيك؟ هفكر. مش عارفة هتخسري ايه، مش محتاجة تفكير. يعني ساعات الواحد في مرحلة معينة ما بيبقاش قادر يدخل لسيستم حياته شخص جديد. وانتي بقى في مرحلة من المراحل دي؟ جايز. معلش ياسين انا لازم اقفل عشان لازم انام. ايه ده ايه ده فجأة كده؟ لا انا لو ما نمتش دلوقتي مش هعرف انام بعدين. تصبح على خير. باي. باين عليها تركيبة بنت الايه القمر دي. بتردي على رامي ليه يا جيهان؟ حبيبتي ما ينفعش ما ردش عليه لانه بصراحه كان مكلمني مرتين قبل كده وانا اتحركت جدا اني ما ردش المره دي، مع ان انا ما قلتوش حاجه مهمه على فكره. ايوه بس زنه على كل الناس اللي تخصني، دي حاجه بتضايقني. ايه ده امي بتتصل؟ استني